الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة البعث: من يدافع عن الوطن هم الكادحون من عمال وفلاحين وجيش، ويجب أن يكون لدينا ثقافة النقد وتحمل المسؤولية ومكافحة الفساد. الحلقي يؤكد عدم وجود نية لدى الحكومة لتبديل العملة الوطنية ولا صحة لما يشاع حول تأميم المصارف الخاصة. الأسرة التموينية في المحافظات تكثف اجتماعاتها لمناقشة واقع الأسواق وتأمين حاجات المواطنين وضبط الأسعار. روسيا: عامل إيجابي أن تدعو سوريا المحققين للدخول إلى أراضيها، والتصريحات الأمريكية لا تتطابق مع الواقع. استطاعت قواتنا بعد السيطرة على مدرسة عمار بن ياسر مثل ما مبين معكم بالصورة، استطعنا نأمن الأبنية الموجودة حواليها بشكل كامل، وعم نتابع التقدم هلا باتجاه العمق بشان التأمين واستمرار السيطرة على باقي منطقة الخالدية. قواتنا الباسلة تواصل تقدمها في مواجهة إرهابي جبهة النصرة وتقضي على أعداد منهم بينهم جنسيات غير سورية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبجح بقدرتها على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. مساء الخير.